السلام عليكم، كل عام وانتم بخير. دائما الاهالي يجون يسالون في العياده عن انسب عمر لصيام الطفل. ما في عمر معين، لكن الطفل اذا كان قادر انه يصوم افضل يصوم بالتدريج. بعض الاطفال اللي فيه مشاكل لو صاموا بدون استشاره الطبيب، فدائما نفضل انهم يستشيروا الطبيب. طبعا زي الاطفال اللي عندهم مشكله في الانيميا الحاده، اطفال عندهم مشاكل في السكر، او الاطفال اللي عندهم مشكله ما تقدر ما تزيد اوزانهم بشكل طبيعي. انا بدات اصوم من 3 سنين، وصمت بالتدريج. كل عام وانت بخير.